بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا بكم أعزائي طلاب وطلاب الصف الثاني الثانوي في بداية دروسنا للوحدة التدريبية الخامسة، كفاية التواصل الشفوي. بإذن الله تعالى نتناول اليوم أو في هذا اللقاء النشاطات التمهيدية. عنوان هذه الوحدة كما تعلمون مهارات الخطابة والإلقاء. نبدأ أولا مستعينين بالله بالنشاطات التمهيدية. أستأذنكم جميعا أعزائي الطلاب أن تفتحوا الكتاب. افتحوا معي الكتاب في صفحة 140. بداية غير طيب. أرجو من الزملاء عدم الكتاب على الشاشة بعد إذنكم. رجاء شكرا شكرا للانضباط. طيب، على بركة الله نبدأ. أولا لابد أن نضع أعزائي الطلاب في أذهاننا أن ما نقدمه هو خدمة لكم، وهو من أجلكم أنتم ولمصلحتكم. فرجاء رجاء أخذ الموضوع بجدية، ونسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا التوفيق والنجاح. نبدأ سويا مع التدريب الأول، وهو استكمال عناصر الشكل التالي من خلال الاستعانة بخبراتك الذاتية ومقرراتك السابقة. كما تعلمون أعزائي أن للذكاء أربعة أنواع. ذكاؤك في التواصل مع الآخرين له أربعة أنواع: ذكاء لغوي كما ترون، وذكاء ذاتي، وذكاء انفعالي، وذكاء اجتماعي. عناصر الذكاء اللغوي: انتقاء المفردات، الأسئلة المعبرة، الصور والتشبيهات، ترتيب الرسالة. أما الذكاء الذاتي، التعليقات الذكية أيضا في الذكاء اللغوي. أما الذكاء الذاتي فعناصره أو خصائصه: الثقة، الجرأة، الطلاقة، معرفة الذات، تبرير السلوك والانفعالات. هناك الذكاء الانفعالي، كيف تعرف أو تدرك أنك صاحب ذكاء انفعالي؟ إذا كان عندك نوع من الروية. الروية معناها التأمل والتمهل عند اتخاذ قرار أو تصرف أو التصرف أو رد فعل معين. أيضا يكون عندك نوع من الحلم والصفح والعفو. أيضا التعاطف، إذا تأثرت بقضية ما، تعاطفت، شاركت أحاسيس إما بالفرح أو بالألم، فأنت عندك ذكاء انفعالي. أيضا البهجة، إذا فرحت وسعدت بنجاح شخص ما أو بتقدم في أمر ما، ودخل في وجهك في قلبك أو دخلت البهجة في قلبك، فأنت صاحب ذكاء انفعالي. الذكاء الانفعالي أيضا من خصائصه أن صاحب الذكاء الانفعالي عنده نوع من الثقة والطمأنينة. الطمأنينة والهدوء والإدراك دائما أن هذا الكون يعني يسير بمقادير، فهو مطمئن القلب، لا يقلق ولا يهتم يعني. طيب، إيش هي العناصر أو الصفات الخصائص الذكاء الاجتماعي؟ الفراسة، الحصافة، الكياسة. هذه عناصر، أهم عناصر الذكاء الانفعالي، تمام كده؟ الاجتماعي، اللي هي الفراسة والحصافة والكياس. أيضا بقى اللي هو القدرة على التواصل اجتماعيا، المناسبات والمناسبات، مشاركة الآخرين، إقامة علاقات جديدة، صداقات، كل هذه برضك من الذكاء أو من خصائص الذكاء الاجتماعي. عندنا مهارات الإقناع، عندنا
الإقناع بيتكون من عناصر الإقناع اللي هم المتحدث، وخدنا مكانته وصفاته ومهاراته التواصلية، المستمع، الكفاءة حقته، اتجاهاته، شخصيته، نمطه الإدراكي، منطقة الرسالة، الإقناع العقلي، تأثير وجداني، الإثبات بالأدلة. أنواع الإثباتات، عندما تريد أن تثبت قضية ما أو رأيا ما، فعندك أنواع الإثباتات، إما التعميم، التجذيب، التشبيه، القياس. عندنا نماذج التأثير الأربعة، فاكرينها أنتم مع بعض درسناها في الترم الأول يا أولادي، وهي في الترم الأول درسنا هذا الأمر يعني. الإقناع، تمام، وإيه تاني يا شباب؟ معايا كده؟ الإقناع وإيه تاني يا شباب؟ ايش انا في واحد كتب شعر كده، ايش الايه؟ التفاوض. فيصل الاسئله عن خلاف الاخر ان شاء الله خاصه بالاختبار. الحصافه هي الذكاء والفهم السريع، سرعه البديهه، ها، والتفاوض الاسماري. التفاوض ايه تاني؟ التفاوض، التعصب، ان انا اقنع الاخرين. يا علي افتكر كده، ان اقنع الاخر، اتفاوض معه، اتعصب بالراي، واخيرا منطقه الهجوم. فاكرين لما عملنا دائره في الترم الاول وقلنا ان هناك منطقه التقاء وهناك مناطق عدم التقاء. في الاقناع، في التفاوض يتقارب الطرفان الى حد كبير، اما في التعصب والهجوم يحدث نوع من التنافر. التدريب الثاني، القدرات التواصلية والمهارات الإلقائية التي يتمتع بها الفائز في مسابقة الإلقاء. عندك مثلا، لو احنا قلنا مع بعض كده يا حبايبي، ايش هي المهارات الإلقائية او القدرات التواصلية عند من يفوز، انت تدخل على مسابقة إلقاء، تمام؟ طيب عايزين نعرف ايه الاشياء اللي ممكن تخلينا متميزين ومتفوقين. اديني، أعطيني كده بعد إذنك، أعطيني. أنا أريد منكم، ما هي القدرات، أو أذكر القدرات التواصلية أو المهارات الإلقائية والقدرات التواصلية التي يتمتع بها هذا الطالب الفائز في المسابقة. يلا يا شباب أروني إبداعاته. مهارات الخطابة. أنت الآن اشتركت في مسابقة إلقاء وتم اختيارك لتفوز بالمركز الأول، تم اختيارك لتفوز بالمركز الأول، ها، ما هي القدرات التواصلية عندك أو المهارات الإلقائية؟ عدم القلق، الحلم، مهارات الخطابة. طيب نشوف كده أولادي مع بعض كده، يلا بقى ركز معايا كده. القدرات التواصلية عندك استيعاب وتجاوب ورد فعل مستقبل، استيعاب، تجاوب، ورد فعل مستقبل، سرعة الاستجابة لها، معرفة اتجاهات ودوافع المستقبل، المستقبل يعني المستمع يعني، معرفة طبيعة الموقف الاتصالي، أنت دي قصيدة شعر ولا خطبة. طيب كمان الإلمام بفنون الإقناع والتأثير في الآخرين، وتلبية اهتمام المستقبل، المستقبل اللي هو المستمع. يعني أنت كيف تدخل، إيه اسمها قدرات تواصلية، كيف تدخل لهذا المستمع، من أي باب؟ هل من باب القصة؟ هل من باب الموقف؟ هل من باب الابتسامة؟ هل من باب نبرة الصوت؟ الأشياء دي كلها أنت كيف تصل إلى هذا المستمع أو هذا المستقبل لك. أما المهارات الإلقائية بقى اللي عندك اللي أنت قلتوها ديت، دي اسمها مهارات إلقاء. أنت وقفت خلاص، أنت وقفت الآن في الميدان لتخطب، سواء في إذاعة صباحية، في حفل ختامي، في حفل تخرج، في المسجد، في أي مكان. ما هي المهارات الإلقائية عندك لكي تفوز أو لكي تحقق الهدف من هذا التواصل؟ الجراءة، الطلاقة، سلامة الوقفات، التنغيم، ونقل العاطفة واستخدام لغة الجسد. طيب تعالوا بقى نختبر نفسنا يا أولادي، ونشوف إحنا عندنا أولوياتنا إيه، يعني ما نحسنه وما لا نحسنه، وما يحتاج إلى تعديل عندنا في الالتقاء والتواصل مع الآخرين. رتب المواقف التواصلية التالية بحسب مهاراتك فيها، يعني بحسب تفوقك فيها. إحنا عندنا أولادي
ادي واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة مهارات اهو. انت كل واحد مننا يا اولادي ادرى، كل واحد مننا ادرى بنفسه، يعني رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. انت تستطيع ان تتفوق في رقم واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. لو انت قلت مثلا كل واحد، انا حسب السؤال ده مطروح، انت سيد قرارك في هذا الكلام، يعني هل عندك قدرة على النقاشات العلمية تاخد حول القضايا رقم كم، توجد ثقافتها، ترتبها في أولوياتك إيه، في قدراتك إيه، في مهارتك إيه، الأحاديث اليومية مع الأصدقاء، الحديث مع الأقارب وأفراد الأسرة، التعرف على أصدقاء جدد وتكوين علاقات ناجحة معهم، التحدث إلى جمهور من المستمعين في المناسبات العامة أو الخاصة. هل عندك أنت أولوياتك إيه في هذا الموضوع؟ كل واحد يرتب طبعا حسب مهاراته ويكون صادق مع نفسه. لو رقم واحد، انا لو انا بقول الحديث مع الاقارب وافراد الاسره رقم واحد، كلنا متفوقين في هذا. اثنين، الاحاديث اليوميه مع الاصدقاء في شؤون عاديه. ثلاثه، التعرف على اصدقاء جدد وتكوين علاقات ناجحه. يبدا بقى هنا اربعه وخمسه اللي فيها، يعني فيها قولان زي ما بيقول، يعني يمكن يكون عندي القدره على التحدث الى جمهور المستمعين في مناسبات، اكتسبت نوع من الثقه والجراءه والطلاقه والفصاحه، ثم الثقافة العامة والثقافة الخاصة، وأستطيع أن أناقش وأتناقش حول قضايا أجيدها. يبقى إذن هنا كل واحد منا يا حبايبي، كل واحد منا يا شباب يا كرام يا صحاب، يمكن أن يضع نفسه أو يرتب أولوياته حسب ما يتقن من هذه المهارات. هناك طبعا تدريب عندك بعد ما أنت عملت نفسك تدريب، فأنت هتكتب بعدك، تسجل ما أحسنته من مهارات التواصل وما لا تحسنه وكيف يطور أدائك. هذا أيضا تمرين مطروق لأداء كل واحد، يقيم نفسه، أنا أحسن من مهارات التواصل واحد اثنين ثلاثة، لا أحسن كذا كذا، سوف أطور نفسي من خلال عمل كذا، حضور ندوات القراءة، الإلقاء، دايما وضع نفسي في القيادة، الريادة، التحضير الجيد، كل هذه الأشياء يمكن أطور نفسي لكي أكون أكثر قدرة على التواصل مع الآخرين. الحقيقه ان عندك انت صوره في الكتاب، هي عباره عن ايه الصوره يا اولادي؟ عباره عن الاستاذ بيشرح، واضح ان هي ماده اجتماعيات عندك، والطلبه في وادي اخر. يعني ايش الملاحظات اللي ممكن نكتبها هنا على هذه الصوره؟ يلا يا شباب كده اكتبوا لي بقى ما هي الملاحظات، ها، التي يمكن، ماشي يلا، ما هي الملاحظات، يلا اكتبوا معي الملاحظات على هذا الموقف التواصلي. انظر إلى الصورة جيدا، ستجد أن الطلاب في واد والمعلم في واد آخر. يعني إيه ملاحظاتنا يا أولاد؟ ملاحظاتنا وتعليقاتنا على هذا الموقف. عدم تجاوب الطلاب، أحسنت يا فيصل، بارك الله فيك يا ولد. عدم تجاوب الطلاب بس؟ طيب ما ممكن نشوف حاجات تانية، ملاحظات، يعني ربما، يعني أقول مثلا إيه، عدم اختيار الموضوع المناسب للطلاب، سوء طريقة التعليم، ما ماشي، ممكن الطريقة بتاعته، عدم استيعاب تجاوب رد فعل، أيوه تمام، ها، وجود ملهيات، يا سلام عليك يا فيصل الجبارت، ربنا يحفظك يا ولد، بارك الله فيك يا حبيبي. طيب، هذا المعلم يحتاج الى استيعاب تجاوب رد فعل المستقبل هم الطلاب، معرفه طبيعه الموقف التعليمي وسرعه التجاوب مع الطلاب. انت بتتكلم في ايه؟ العمل على تلبيه احتياجات المستقبل، كل ده نشوف المستمع الطالب كيف ندخل له في هذا. طيب هننتقل للشريحه الثانيه يا اولادي، الاعداد للموقف التواصلي. نحن الان في صفحه 142. ما يجب ان يفعله المتحدث اذا اراد ان يلتقي بمجموعه من المستمعين طبعا، وما يجب ان يفعله المستمع، اللي هي قريبه جدا من اداب الاستماع واداب الحديث. طيب، وانت مقدم على موقف تواصلي واحد، يجب عليك دراسه الجمهور بدقه شديده حتى يتاكد او تتاكد من كيفيه تحفيزهم. في واحد بيجي بالهدية، في واحد بيجي بالوعد، في واحد بيجي بالابتسامة، يعني يجي، يعني
يعني تكسب ثقته وقلبه وأذنه وعقله يستمع إليك، وفي واحد بيأتي بالتهديد والإنذار والوعيد، كل واحد حسب طبيعة. في واحد يكفيه منك النظرة الطيبة، الابتسامة، لكي تكسب تعاطفه أو تكسب حسن استماع. الحرص على الإيجاز، يا سلام، ركز فيما تقول. الحرص على الإيجاز وعدم الانعطاف خارج الموضوع، لا تخرج بره. ليش؟ لأن هذا سيؤدي إلى انصراف المستمع عنك، إلى الملل، إلى الضجر. وبعدين الحرص على إشراك الجمهور من البداية إن كان ممكنا، يعني اشركه، ما رأيك، ماذا لو أنك فعلت كذا، هل ينفع كذا، وكذا اقتراحاتك. طيب أنا كمستمع طبعا. أربعة عندنا: التواصل البصري مع الجمهور، والبعد عن الملهيات الجسدية، مش كل شوية بعد الشماغ أو الغطرة أو أشد التوب أو أعمل شعري أو أعد النظارة أو أبص في الجوال، لا طبعا. كذلك التواصل البصري مع الجمهور، أشعر الجمهور كله أنك تقصده بهذا الكلام، أنك توجه له هذا الحديث، أشعره بالاهتمام، أنك تحترم رأيه، أنك سعيد بلقائه، سعيد بحضوره، وبالتالي ستكسب تعاطف هذا. طيب لو كنت أنت قاعد جالس الحين تستمع، ماذا يجب عليك؟ طبعا آخر حاجة يا أولادي، أجعل لكلامي فواصل وقوف بين العبارات. مهم جدا، ما أدخل الكلام مرة كلها، اهدأ وتوقف حتى تتأكد من فهم الحضور لما تقول. طيب أنا هتوقف لمدة 10 ثواني كده، أشوف هل في فهم للحضور لما نقول ولا لا. يلا اللي فاهم يكتب لي رقم 1، يلا اللي فاهم كده يضع لي 1 كده، يلا على الشاشة بسرعة، 1 بس اللي فاهم، ما شاء الله تبارك الله، ترى ما تقصرون. 2، يعني هذه المحاضرة يا أولادي أنا أعتقد أنها محاضرة مهمة جدا، بجانب أنها ناحية تعليمية، إلا أنها مسألة حياتية، كيف تتواصل مع الآخرين. الكل يشكو بأن الآخرين مشغولون عنه، أو أنهم لا يستمعون له، أو أنه لا يحسن التواصل معه، فنحن نهتم أن نحن نبني شخصية تواصل مع الجمهور. والباقي أعتقد أن عدم الكتابة ربما يكون موافقة على ما نقول، أتمنى ذلك. طيب ما يجب أن يفعله المستمعون يا أولادي؟ انظر معي لسبعة أشياء. 1، أستمع بإعجاب واحترام وركز فيما يقول المتحدث، ألتزم الهدوء والسكوت التام، عدم الانشغال أو التلفت بالنظر لهنا وهناك، لا تقاطع المتحدث، لا تقول له اسكت، لا تقول له اصمت ابدا، لا تتكلم كثير، حتى وان كنت اعلم حديثه مسبقا لا اشعره بذلك، ربما اجد فوائد اخرى من كلامه لا اعلمها. لو كان المتحدث فيه خطا، الكلام المتحدث فيه خطا، ارد عليه لكن بادب وبعد ان ينتهي من حديثه. كلنا نحتاج الى هذه الاداب، كلنا نحتاج الى هذه الاداب. الامام علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول لولده: يا بني تعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الكلام. يبقى هناك آداب للمستمع: عدم المقاطعة، دوام النظر المتحدث، عدم الانشغال، عدم الصمت، عدم الانشغال أو التلفت، التركيز، كل هذه الأشياء يا أولادي تعينك وتكسبك محبة المتحدث، ولن تشكو ابدا من ان هناك علاقه سيئه بينك وبين من يتحدثون او من تتحدث اليه. هناك دراسه حاله موجوده يا اولادي في عبد الرحمن، ديت موجوده عندكم. ايوه، لقد تم تعيين عبد الرحمن مديرا عاما لاحدى اهم الادارات في الوزاره. عبد الرحمن كان عنده حاجه رائعه جدا، ان هو رجل متميز تمام في العمل بتاعه، لكن مشكله ان هو ما عندوش قدرة على التواصل. كان مطلوب منه أنه يلقي أولاد كلمة أو محاضرة، لكن هي أنه اعتذر وكلف النائب بتاعه يلقي هذه، وتغيب أيضا دون عذر. حتى البرنامج التلفزيوني الذي دعي إليه ليناقش بعض التطورات يعني لم يحضر، لم يوافق. إيه رأيك؟ إيه المشكلة عند عبد الرحمن؟ ما المشكلة التي يعاني منها عبد الرحمن؟ مظاهرها، وماذا عليه العمل أن يعمل ليتخلص منه؟
يلا يا جماعة أروني إبداعاتكم، عدم الثقة، إيه تاني يا أولادي؟ إيه المشكلة، المشاكل اللي ممكن يعاني منها عبد الرحمن؟ الخوف، عدم الانضباط، ما احترمش، لم يحترم نفسه طبعا، ها، عدم الانضباط، الخوف من مواجهة الناس. طيب نشوف عبد الرحمن ده عنده مشاكل يا ولاد، نشوف عبد الرحمن ده عنده مشاكل ايه. بص كده، المشاكل اللي عنده يا ولادي: الخوف من الالقاء والاضطراب والتلعثم عند اللقاء، ها، وهذا يرجع لعدم التدريب يا اولاد الجيد على التواصل ومهارات الالقاء الجيد. طيب ماذا يجب عليه ان يفعل؟ لاحظ معايا كده، ماذا يجب عليه ان يفعل يا اولاد؟ بص، انت ممكن تدرب نفسك، لو انك مكان عبد الرحمن، لو انك مكان عبد الرحمن وانت في غرفتك، قف امام مرآتك وحاول ان تتدرب على مهارات الخطابة بصوت عالي، واجه نفسك وكأنك تواجه الجمهور. عليك ان تراجع الكلمة التي ستلقيها امام الجمهور، تمام، بشكل جيد، تعيدها مرات ومرات. تجنب الاستعجال والفوضى في يوم قراءة الكلمة أو إلقاء الخطبة، وعليه أن يكون هادئا مسترخيا على قدر ما يستطيع. عليه أن يأخذ نفسا عميقا قبل أن يبدأ الكلام، لا يركز كثيرا على الجمهور، ويمكن أن يتخيل أمامه وجه شخص يحبه، ويرتاح لوجوده، لأن هذا يشعره بالألفة والارتياح. يمكن أن يبدأ حديثه بنكتة أو طرفة، لأن الضحكات التي يسمعها من الجمهور تبعث في نفسه الطمأنينة وتشعره بالثقة. كلنا عبد الرحمن يا أولاد، كلنا عبد الرحمن، فلا بد أن يعني ندرب أنفسنا على كيف نواجه الجمهور، كيف نتواصل مع الآخرين بلا خوف أو تعثر. واضح أحبائي؟ أرجو أن نضع هذه النصائح نصب أعيننا ونتعلم منها. خلاص يا شباب، طيب نكمل، نستمر. علق على النص التالي بين وبين رأيك في محتواه وتوجيهاته، وضح بأمثلة، أضف توجيهاته. طيب ده موضوع طويل جميل جدا رائع، يعني علينا أن نقرأ يعني قراءة يعني متأنية لنصل إلى عدة أشياء. النقاش والجدل فن راق وحساس لا يجيده الجميع، وله أصول خاصة، فيجب ألا نكثر منه إلا إذا شعرنا بالحاجة لتوضيح وجهة نظر عامة حول موضوع مفيد. أما إذا كان حول موضوع تافه أو غير مهم وشعرت أن النقاش حوله لن يضيف جديدا، فالأولى تركه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. وهذه النقاط الست ستساعدك بإذن الله على أن تكون مناقشا عادلا وقويا، تستطيع إقناع الطرف الآخر بوجهة نظرك دون أن تسبب له جرحا أو إحراجا. أنا هترك لك الست نقاط لتدرسها، لتحفظها، لتعمل بها في حياتك وعند مناقشاتك أو جدالك مع الآخرين. هذه الست نقاط، ثم تكتب هنا تعليقاتك على هذه الست نقاط، تمام كده يا أولادي؟ أقرأها معكم سريعا. يعني أولا دعه يتكلم ويعرف قضيته، ثم هناك شرح، توقف قليلا قبل أن تجيب، امسك لسانك شوي، لا تصر على الفوز بالنسبة 100%، اطلع من أي معركة 100% فائز أبدا، مرة تفوز مرة تخسر وهكذا. اعرض قضيتك بطريقة رقيقة ومعتدلة، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. شوف القرآن
ما ترك شيء، هذه نقطة رائعة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تمام، المؤمن لين وهين كده، ما متشدد ولا متطرف، اعرض قضيتك بطريقة رقيقة ومعتدلة، بعيد عن التهويل أو الانفعال أبدا، اثبت دائما بالحقائق بالأدلة بالبراهين، حاول أن تقنع طرف آخر، تحدث من خلال طرف آخر، إذا أردت استحضار دليل على وجهة نظرك فلا تذكر رأيك أنت الخاص، ولكن حاول ذكر آراء وتجارب بعض الأشخاص المشهورين، اسمح له بالحفاظ على ماء وجهه. أنت حسيت أنه انهزم أو أنه ما عندوش حجة، يعني خليك لطيف لين، يعني لا تجرحه لا تهينه، ها يعني دعه يخرج من هذا الموقف بأقل الخسائر كما يقول. ما يا شباب، هذه 6 أشياء مهمة جدا عندما تتناقش مع الآخرين، رجاء أن نستفيد منه. طيب، أي تعليق يا إخواننا كده؟ أي تعليق يا أحبابي؟ لا تضحك، تمام، يا سلام عليك يا أحمد. غيره؟ لا تضحك عليه، بارك الله فيك يا أحمد. غيره؟ ها، احترم الشخصية اللي قدامك طبعا، لا تسخر منه. طيب، يبقى هذه 6 نقاط يا أولاد، أو 6 نقاط هذه لابد أن يعني نتقنها ونحسن العمل بها ونلتزم بها عندما نتناقش أو نتجادل مع الآخرين. تمام؟ في حاجة يا أولادي؟ خلاص؟ شباب، الواجب أن نلتزم بأداب النقاش حتى لو كنا محقين. يا سلام عليك يا رزق. ها، أنا سعيد والله بهذه التعليقات الرائعة. اتفضل يا أحمد. أحمد وليد رفع إيده، اتفضل. مدخلات يا شباب. أحبائي، طيب، إما أنكم قد فهمتم ما نقول، عدم ماشي، عدم استهزاء بي طبعا، تمام، غير طيب، هننتقل يا أحبائي إلى الاختبار القبلي. أنا عايز بقى كده واحد يعني رائع كده يقول لنا في الاختبار القبلي، ما الهدف من النقاش العلمي؟ أنت تناقش في قضية علمية أو فكرية، ما هدفك كمتحدث؟ اذكر هدفك. هدف المتحدث يا أولاد؟ نعم، هدف المتحدث. أحبابي، إثبات حقيقة، يا سلام عليك يا علي، أحسنت، بارك الله فيك. طيب، في القضايا العلمية أنا أبحث عن حقيقة معينة. طيب، إيش المهارات المطلوبة مني؟ أن أنا يكون عندي حاجتين اثنين يا أولاد، وأنت في قضية علمية عايز تبحث وتثبت شيء معين، تمام؟ الموضوعية ومراعاة الدقة. طيب، أنت تلقي محاضرة، يبقى هدفك التعليم، طالما هي محاضرة للتعليم والتوجيه والإرشاد، لابد أن تتسم بالواقعية والإيجاز والتواصل البصري، هذه مهاراتك أنت وأنت واقف. طيب، كلكم بتكون قبل طبعا كورونا وما كورونا كنا مع بعض على طول كأصدقاء نتحدث، حتى الآن نتحدث كأصدقاء. السؤال بقى يا شباب، حديثك مع أصدقائك محور الحديث هيكون إيه؟ طيب، قضايا اجتماعية تخصنا جميعا، تسلسل أفكار، عدم الخروج عن الموضوع، وأنت تصلح بين المتخاصمين، الهدف هنا اجتماعي، إشاعة نوع من المحبة أو المودة بينك وبين الآخرين، العلاج أو بين يعني أنت تصلح العلاج، طبعا هدفك العلاج ورأب الصدع بينهم، تقريب وجهات النظر، الإصلاح، إصلاح ذات البين، وعندك ما يسمى بالإنصات، الإنصات للطرفين والاستماع الجيد لتكون حكما عدلا. ثانيا،
حلل ذهنيا الشخصين. عندك شخصين اثنين جالسين، واحد رافع يده عندك اهوت، طبعا الصوره مختلفه لان احنا طبعا الصوره حاولنا نجيب صوره قريبه، بين صديقين اثنين. حلل ذهنيا الشخصين في المشهد الاتي ثم اقترح الموضوع الذي يتناقشان حوله، دون ما دار بينهما من حوار. انا اتخيل المشهد يوحي اولادي بخلاف، وجود خلاف بين الطرفين، وليكن موضوعهم هما في عمل واحد، توزيع المهام، العمل المشترك، زي ما احنا بنعمل في اي مكان. الطالبين نفس النظام، ربما يكون الصوره اللي عندك توزيع المهام، العمل المشترك في مثلا في توزيع بحث او مشروع، وبدانا نوع من التنازع بيننا في من يقوم بمن يفعل هذا ومن يفعل ذلك. الحديث الذي يمكن ان يدور بينهما حول اتهام احدهما الاخر بالتقصير في العمل او القيام بمهام العملي، واعتراض الطرف الثاني على هذا الاتهام. تمام، ده ربما يكون ملاحظه بدعه. نوصل لثالثا، ترغب في تقديم محاضره. عايزين يا اولادي، ادي مخطط قدامك اهوت، انت تقدم محاضره عن في كلمه في الاذاعه او مكالمه في الاذاعه الصباحيه امام زملائك. قبل ان تقف امام زملائك سواء في المحاضره او في الاذاعه، المخطط هتخطط ايه؟ لاربع عناصر رئيسه. واحد، ما المناسبه؟ اول حاجه اختيار الموضوع، تمام، ثم ما المناسبة، ثم ما الأفكار الجديدة لدي، وكيف سأعرض أفكاري. يبقى لابد أن نضع هذه الأربع عناصر للموضوع الذي سوف أختاره. حبايب، ده مخطط رائع جدا، حتى إذا أقبلت على أداء هذا العمل أكون مستعد وعندي من المادة ومن القدرة على الأداء هذا العمل. مثلا أخذنا مناسبة زي اليوم الوطني للمملكة، له أهمية كبيرة في تنمية الولاء للوطن وتنمية المشاعر، يبقى أنا هخصص جزء من الكلمة بتاعتي أو المحاضرة على هذا الأمر. لماذا نحتفي باليوم الوطني؟ ثم تعدد هذه الأشياء يا أولادي. ثم كيف ستعرض أفكارك؟ التعريب الوطني، تاريخ، مظاهر الاحتفاء بالأشياء، ماذا يجب علينا نحو الوطن، اهتمام الدولة بالمواطن، دور المواطن تجاه وطنه، وهكذا. بيان أهمية زي ما قلت لكم أنا، الأفكار الواجب علينا تجاه الوطن، تمام. الافكار الجديده، اننا ممكن يكون محدش عارف احنا بنحتفل تاريخ المواطن، لازم استعرضه من الاول، واهميه هذا اليوم وواجبنا نحو الوطن. بعد ذلك اقترح تشبيها او قصه لعرض الفكره التاليه كما في المثال. عندك فكره زي التعاون قوه والفرقه ضعف، فهو عمل قصة جميلة جدا، في كلكم عارفينها طبعا، نحاول نقراها وكده نستفيد منها. يرى أن ثلاثة من الثيران، أسود وأبيض وأحمر عفوا، كانت مجتمعة متآلفة، وكلما هاجم الأسد أحدها اجتمعت عليه فضرادات، فلما عجز عنها عمد إلى الثورين الأحمر والأسود وقال لهما: أنا أشبه بكما لونا من الثور الأبيض، ثم إنه ثور جشع لا يشبع، فلو تركتماني آكله لأرحتكما منه. فسمع كلامه وأطاعاه، فهجم عليه فأكله. وبعد أسبوع اقترب الأسد من الثور الأحمر وقال له: إنك صديقي وأشبه بي بالثور الأسود، ألا ترى جشع هذا الثور وسوء منظره؟ لو أنك سمحت لي فأكلته
فأذن له فهجم عليه فأكله. ثم جاء الأسد في الأسبوع الآخر أو الأسبوع الأخير يعني، وقال للثوري الأحمر: والآن جاء دورك يا صديقي، والآن جاء دورك يا صديقي. قال الثور الأحمر: نعم لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. يبقى في التعاون قوة وفي الفرقة إيه ضعف. المثابرة طريق النجاح. أنا عايز أشوف إبداعاتكم بقى، الإبداعات بتاعتكم لو إحنا بنكتب قصة يا أولادي عن هذا الموضوع. اتفضل في كلمتين في يعني، اتفضل اللي يكتب يكتب، عايز يشارك. طب اللي عايز يتكلم يرفع يده كده وأنا أنزله بالكلام. صوت الله يحييه. يلا طب احنا بنختبر دلوقتي مهارة الإلقاء، مهارة التواصل مع الآخرين. يا صحاب يا شباب، هل منكم من يرد أو من يريد التحدث أو المشاركة بالصوت؟ اكتب رقم واحد. من لا يرد فليكتب. أنا أحمد وليد، غيره؟ يلا يا احمد اتفضل. فين يا احمد انت؟ احمد يبدو ان الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس امسح الكتابة دي يا جميل. طيب، يروى ان قائد احد الجيوش هزم في معركة وفر جنوده، وفر جنوده وجلس بجوار صخرة وقد أصابه اليأس، ولكنه رأى نملة تتسلق الصخرة، وكلما قاربت على صعودها تقع فتعود وتحاول مرة أخرى، وقد تكرر ذلك، ولكنها في النهاية نجحت في الصعود، فعزم على أن يقوم ويجمع جيشه مرة أخرى وهجم على الأعداء وحقق النصر. إذن يا أولادي يا صحاب يا كرام، المثابرة طريقك دائما للنجاح، ولا تيأس. ليس عيبا أن تسقط، ولكن العيب كل العيب ألا تستطيع النهوض مرة أخرى من سقوطك. التعثر أمر وارد، لكن الاستسلام هو الأمر الذي يجب أن نتخلص منه. ثابر وحاول مرة أخرى لتحقق أهدافك وتحقق ما تريد. بكده يا أولادي يكون إحنا وصلنا للجزء الأول من هذه الوحدة. آمل من الله سبحانه وتعالى وأدعوه أن نكون قد وفقنا في أداء هذه الرسالة، وأن تكون المعلومات التي عرضناها لكم واضحة. ومن عنده أي استفسار أو مداخلة فليكتب ما يريد، وسنحاول أن نرد بقدر ما نستطيع على استفساراتكم وطلباتكم. يعني من يرغب فليكتب لنا معنا دقيقتان للكتابة أي ملاحظات أو أي طلبات. أنا في انتظار. طيب، لو أننا حققنا الهدف من هذه الحصة في المراجعة، فمن الله سبحانه وتعالى التوفيق، ولو أن هناك قصور فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسامحنا ويعفو عنا. شكرا شكرا لكم جميعا، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.